تمام ولا يهمك، جاهزين إن شاء الله. الله يسعدك يا مصر. جب الشعر كده. ايمن مين ابو سراج؟ لا ايمن حمودي. الحياة ماشية على طبيعتها رغم الألم اللي حصل ورغم الدمار اللي صار، بس الحياة مستمرة وما راح تقف إنه انهدم بيتنا. لا، ابني اليوم راح على المدرسة، أنا راح أتابع شغلي، فيش أي مشكلة عندنا. بس يعني صح الأمور صعبة وما في مأوى، ما في يعني حتى ملابس إننا نغير ما في، فبالتالي يعني راح نستمر بأقل القليل زي ما بيحكوها. احنا ان شاء الله راح نسعى بكل طاقتنا انه نرجع نعمر بيتنا من جديد، سواء بجهد ذاتي او بالمساعدات اللي راح ان شاء الله بتجينا، فمش حنوقف يعني.